شاورما، شاورما برضو من الحاجات الاقتصاديه حلوه جدا اللي بترمي معايا كميه كبيره وبرضو منقذه. عندي كيلو لحمه بيبقى ايه متقطع بالشكل ده او نص بالشكل ده، نقطعها رفيع كده. خلي الجزار يقطعها لك، انت قطعتيها زي ما انت عايزه رفيع خالص بالشكل. بص قد ايه، صوابع رفيعه، صوابع ايه رفيعه. بص هي اهم حاجه الخل، نحط عليها ربع كوبايه خل، احط عليها ربع كوبايه ميه بصل هتيجي دلوقتي، ماشي، ربع كوبايه ميه البصل، هحط عليها السكر، هحط عليها الايه البهارات اللي انا عايزاها بقى، شويه بهارات وشويه ثوم وبصل بودر والملح والفلفل. يبقى ده تتبيله الايه، اهو دي الملح وايه دي الملح والفلفل اهو بالشكل ده. يبقى هنا في ميه البصل، في الخل، في معلقه السكر، وفيها الايه ملح والفلفل والبهارات وكل ده، والزيت برده هنا، في هنا بحط الزيت ربع كوبايه من الزيت اهو بالشكل ده. الشاورما اهي نص كيلو بياخد حوالي اكتر من نص كيلو خضار، نص كيلو بياخد اكتر من نص كيلو خضار. انا عملت هنا ايه، حطيت بص البهارات، ممكن ننزل طريقه تتبيله المقادير بس بتاعه تتبيله الشاورما، يا ريت تصوروا على طول عشان مكوناتهم كتير بس هي لذيذه جدا، زي المحلات والمطاعم بالظبط مكوناتهم كتير قوي وبيدونا حاجات لذيذه جدا في الاخر. فانا حاطه الشاورما دي عشان تبقى حلوه قوي وطريه، حاطه لها ايه خل وميه بصل وسكر والبهارات كلها ملح وفلفل وميه البصل طبعا زي ما انتم شايفين اهو معاك، وتوم باودر وبصل باودر وشويه زيت وكل الكلمات البهارات كلها. يبقى ملح وفلفل توم باودر بصل باودر او ملح وفلفل وبهاراتك، بس اهم حاجه عندي يبقى ايه الخل ميه البصل والزيت في الاول خالص ومعلقه السكر، اربع اساسيات. وانت حطي الملح والفلفل واي بهارات انت عايزاها. ايه هما الاربع اساسيات للشاورما؟ هنقول ايه، الخل، ميه البصل، السكر، الزيت. دول اربع اساسيات للشاورما، الخل، السكر، يعني حطيت على قولي كده ربع كوبايه خل على نص كيلو، ومعلقه سكر مش مليانه قوي، كبيره مش مليانه او صغيره يعني مليانه شويه، والزيت وايه تاني، وميه البصل نص كوبايه ميه البصل، تمام كده. وبعد كده بحطها في طبق بشويه الميه بتاعتها دي كلها واحطها في الفريزر. الشاورما اهي بصوا بعد ما طلعناها من لما نيجي نستعملها بقى، احنا خلاص حطيناها وحطيناها في الفريزر، اجي استعملها بروح مطلعاها وحطها ايه يا دوبك تفك كده شويه واحطها بكل اللي فيها على الايه على النار. طيب احنا دلوقتي حاجه صغننه قوي، الشاورما دي بتمسك في بعض ان فيها ميه فيها شتبيله بتاعتها. طب انا لما اجي بقى زي ما سميناها منقذه، يبقى انا لازم ايه منقذه دي، يعني انا عايزه اطلع اكل دلوقتي حالا، يبقى اطلع اكل دلوقتي حالا بالطريقه اللي انا عاملاها دي. لا ده انا عندك ليله عشان تفك، حطيها في الثلاجه ليله. لا ده انا مش هينفع معايا الكلام ده، انا مسميها منقذه ليه؟ هستناها من امبارح ولا بكره ابقى ناويه عليها؟ لا بعمل ايه، ممكن احطها على كيسين، تمام، بحطها بعد ما بعملها بفشلها كده بحطها على النار زي ما هي، بسيبها بقى تشرب كل الميه اللي فيها لغايه ما تستوي. فانا مثلا هروح واخده ايه بالمعلقه كده المنقص بتاعنا بقى كده، فاجي اطلعها. انا ممكن احطها وهي متلجه في النار، سيبه فراغات كده اهي، مبططه كده بالشكل ده، تمام اهي كده كده بس، واحطها برده في الطبق. اجي بقى وهي متلجه تك تك كده تروح مفكوكه على طول، واروح حطها على النار وهي متلجه ما فيهاش اي حاجه، في ثانيه هتكون ساحت. انا بقى ممكن هسيبها تشرب، مش مستعجله، طاستين، ما احنا بقى في الايه، احنا في المنقذ. فدي بتستوي في ناحيه وانا بحط بقى قدها بصل وفلفل واشوحهم على النار في طاسه تانيه علشان اكسب وقت. ما انا بقول لكم اهو احنا ايه بنعمل حاجات منقذه اهو،
تاخد بس كده. بص بقى الشاورما بتسيب الخضار يبقى فيه شويه نيين، ما تهرهوش يعني، انا يا دوبك هشممه النار يا دوبك يدبل سنه، ده بقى بيغنيني ان انا اعمل سلطه. خلاص هو الفلفل والطماطم والبصل زي السلطه بالظبط، بس عشان تبقى شاورما ولايقه عليها يا دوبك مديها ايه تكهه صغيره كده على النار، تتبيله بسيطه جدا بسنه ملح وفلفل. تمام ادي كده اهو، وادي الطماطم، خلصنا كده اهو، وهروح ايه حطاها كلها على بعض علشان كله يشرب من طعم الايه من طعم اللحمه. بس كده نحط لهم برضو ايه الشاورما بطعم الايه الفحم برضو. قلتلكوا قصته على الغنى بقى، مشوي 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 مشوي، والحياه بقى كله مشوي. خلاص اهو احط بس الفحميه كمان علشان ما نبقاش قصرنا في حق حاجه من الحاجات دي. فين يا ولدي؟ فين يا ولدي؟ يا ولدي ما احطش طبعا الفحم على اكل خالص، انا بحطها على اي حاجه، انما لو كان في الطاسه بحطها، بتشوفوني بحطها على بعد، ما تلمسهاش او تنزل عليها اي حاجه. سنه زيت طبعا، غطي وبس كده.